بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو هشرح الكود تمام شغال ازاي. طبعا هو في البدايه خالص هو في منيو هتظهر عندنا دلوقتي تمام، ومن خلاله نقدر نعمل اكتر من حاجه. نقدر نعمل ندخل ريكورد، ندخل يوزر جديد امبولي، نقدر ان احنا نعمل ليست لليوزر، نقدر ان احنا نعمل نضيفهم في ملفات نصيه مختلفه، يعني الاي دي لوحده والنيم لوحده والسالري لوحده وديت لوحده. ممكن نستدعيهم تاني من الملفات دي تمام، ممكن نخزنهم في ملف سي اس في، ممكن نستدعيهم تاني من ملف سي اس في، وممكن نعمل امكانيه نعمل سيرش بالاي دي او نعمل ديليت بالاي دي، وممكن نجيب ستاتستيكال انفورميشن زي الافريج والتوتال اماونت والماكسيمم والمينيمم للسيرفر طبعا تمام. طبعا هو متقسم لفانكشن، كل فانكشن بتعمل دور من اللي انا قلته دلوقتي خلاص. الكود اساسا بيبدأ هنا للمنيو، مع اختيار للمنيو اقدر احدد الفانكشن اللي انا محتاجها تمام. طبعا انا عندي ملف فاضي، فولدر فاضي، مش فيه الا بس الملف واحد اسمه ريكورد دوت سي اس في، ده اللي هيتخزن فيه الداتا تمام. وانا مجرد ما اشغل البرنامج وابدا اخزن فيه احط فيه ريكورد، هيبدا يظهر عندي الملفات اللي هي الاي دي والنيم والسالري والديت تمام. احنا في البداية خلاص نشغل الكود ونجرب ندخل نقول سي ام دي بايثون، نقول فاينل كود. طبعا اول حاجة تظهر المنيو عندي، قال لي اد ريكورد ليست ريكورد، دي كل الوظائف. طبعا اي حاجة عايز اختارهم من دول بحط الرقم بتاعها، يعني عايز اعمل ريكورد جديد فبحط رقم واحد كده. بيطلب مني ان ادخل الاي دي تمام، وادخل البيانات. طبعا هو طالب ان احنا ندخل الحاجات دي قبل ما نعمل سبميشن للايه للملفات بتاعتي. فانا هبدا ادخل واحده واحده. سي اس 123 ده الاي دي، سي اس 123 ده الاي دي. النيم اخد النيم اللي هو صالح احمد تمام، صالح احمد تمام. الديت التاريخ هو موجود هنا 12/4/77، ندخلها زي ما هو كاتبها كده بالظبط 12/4/77. السالري قال السالري مثلا 3/4/0 3400 خلاص. طيب هل في إمكانية أدخل موظف تاني أقول له إمبلوي تاني؟ أقول له يس. ندخل الإيه اللي بعده، هو عبارة عن HR 432، HR 432. دخل النيم بتاعه اسمه سارة بدر، سارة بدر. ندخل الديت 24/7/88، 24/7/88. الساري 2500 تمام. ندخل واحد تاني اقول له يس. ندخل التالت اللي هو مين، اللي هو OB654، OB654 تمام. النيم عبد الله خالد، عبد الله خالد تمام. الديت 11/11/90، 11/11/90. السالري 2700 تمام كده خلاص. ال دي want to add، عايز تضيف، نقول له خلاص ضيف كل الامبلوي اللي احنا محتاجينه كده خلاص. ضيف الايه الامبلوي. انا ممكن اعمل انتر تاني عشان يجيب لي المنيو. عايز اشوف بقى ايه اعمل. طبعا المفروض اعمل اول حاجه ستور للريكورد في ملف التكست. لو انا عملت رقم 3 تمام كده، عمل خزن الاي دي لوحده والنيم لوحده والديت لوحده والسالري لوحده. ابص كده عندي تلاقي فعلا كل واحد متخزن هنا. فتحت مثلا اي دي كده، الاي ديات كلها هنا لوحدها. لو فتحت مثلا النيم دي الاسماء موجوده لوحدها تمام. نفس الكلام السالري، السالري ايه لوحده، والدي او بي اللي هي الديت وموجوده لوحدها خلاص. طيب احنا كده عملنا ايه، ممكن نعمل انتر كمان نخش. احنا ممكن نعمل ليست، يعني ضغطت على الاثنين هيقوم جايب لي كل الداتا اللي انا مدخلها خلاص. طيب لو انا عايز اشوف ال طبعا عملت، عايز اعمل ريد من التكست فايل،
فلو انا لو انا ضغطت على 4 هيبدأ يعمل ريد وهيطلع لي البيانات تاني. طيب عايز اخزن في السي اس في، طبعا السي اس في لو احنا فتحناه دلوقتي فاضي، مفيش في اي ايه، مفيش في اي انفورميشن، فدلوقتي المفروض هيتخزن فيه، او مختار الاوبشن بتاعه ان انا ايه، ان انا هعمل ستور ريكورد ان سي اس في. فانا ضغطت على 5 كده ستورينج امبلوي انفو ان سي اس في فايل، هو كده خزن خلاص. انا فتحت الريكورد، هلاحظ عندي ان هو فعلا بدأ ايه يسجل عندي كل المعلومات اللي احنا دخلناها، الاي دي الواحد والنيم الديت السالري تمام. إيه طيب ايه تاني اقدر استدعي بقى المعلومات دي من السي اس في لوحدي؟ يعني السي اس في دلوقتي انا هقرا من السي اس في مش التكست، فانا ضغطت على رقم 5 اخترت رقم 6 هقدر اعمل ريد، قدرت اعمل ريد فعلا مين من السي اس في فايل. طيب في حاجه ممكن اعملها سيرش، ممكن اعمل سيرش لو ضغطت على اي، ده بقى شغل البونص اي، اعمل سيرش بناء على الاي دي، لازم ادخل اي دي موجود. يعني مثلا دخلت مثلا اي دي 1111 هيقول لي الامبولي از نوت اكزيستد، مش موجود، ان مفيش حد بالاي دي ده، فلازم ادخل اي دي موجود فعلا عندي. فلو ضغطت على اي لازم اختار اي دي من موجود، ممكن اختار حاجه من اللي هي مثلا ايه سي اس 123، نقول له سي اس 123، يقدر فعلا ان هو يجيب لي السي اس 123 اللي هو صالح والديت والسالري بتاعه تمام. طيب ايه تاني ممكن اعمله؟ ممكن اعمل سالري ستاتستيك، يعني هيشوف لي احصائيات للسالري. لو ضغطت على تريبل اي كده هقوم جايب لي فعلا احصائيات التوتال سالري الافريج اعلى قيمه واقل قيمه. اللي كان في عامل لي مشكله لموضوع الديليت، لان اشيل من الديليت من الريكورد خلاص عندي تمام، فانا هعمل هضغط على اي اي تمام. طبعا لازم ادخل اي دي موجود عندي، لازم ندخل اي دي موجود عندي، فاحنا نختار السي اس. طبعا انا اخترت اي اي دي مثلا 22 هيقول لي مش موجود فمش هيحصل اي حاجه، لكن لو انا دخلت اي دي تعال نجرب نختار تريبل اي ونختار قصدي دبل اي وندخل اي دي موجود فعلا سي اس، احنا ممكن نختار اخر اي دي عشان ندخله تاني بعد كده اللي هو مثلا كام او بي 654 اخر واحد او بي 6 او بي 654 تمام كده employee with id is deleted فعلا اتشال. ابص عندي فعلا هل اتشال ولا لا، هو اتشال فعلا من ال CSV file. لما ابص على ال CSV file هتلاقي فعلا ايه الاسم ده فعلا اتشال عندي من الايه من ال database بتاعتي. فانا كده قدرت اعمل كل حاجة هو طالبها عندي في الايه في ال في الاساينمنت ده تمام. قدرنا نعمل ريكورد، نعمل ليست للريكورد، نعمل ستور في الملفات السي اس في، ملفات التكست نقرا من ملفات التكست، نسجل في ملفات السي اس في، نقرا من ملفات السي اس في تمام. نقدر كمان ان احنا نعمل سيرش بالاي دي، نعمل ديليت بالاي دي، ونعمل ستاتستكس للسالري تمام. يا رب كده يكون واضح ان شاء الله.